الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تقاضي إيلون ماسك والكاتبة جي كي راولينغ بتهمة التنمر والإساءة وتوجيه خطاب كراهية ضدها عبر الإنترنت. وبحسب نبيل بودي محامي صاحبة الميدالية الذهبية، تم رفع دعوى قضائية إلى السلطات الفرنسية وإلى مركز مكافحة الكراهية عبر الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام الأسبوع الماضي، مضيفاً أن دونالد ترامب سيكون أيضاً من الأسماء الموجودة في الدعوى، حيث غرد عبر إكس قائلاً إنه سيبعد الرجال عن الرياضات النسائية، إلى جانب لقطة من مباراة خليف مع كاريني. كاتبة هاري بوتر في إحدى منشوراتها وصفت إيمان بأنها رجل يستمتع بحزن امرأة ضربها للتو على رأسها. الجدير بالذكر أن إيمان فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، وعبرت عن استيائها من التهم الموجهة إليها حول أنوثتها، فيما قام والدها بنشر عدد من الوثائق التي تؤكد أنها ولدت وعاشت أنثى.